الآن 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 إحساس لما تلتقي بواحد ويسولك أنت منين وتقول له أنت من فلسطين ويعنقك ويبدأ يبكي، هنا أعرف أنك في المغرب. بتحس أنه بغي يهزك على راسه ويدير لك اللي بغيت. يلا دابة دابة خارج من السوق حصل معي هذا الموقف، وهو رجل كبير وبقى كيبوس في إيدي ويقول لي أنتوا في القلب، وش هذا الحب؟ بغيتوا يتبدل يا عباد الله من المغاربة؟ عمره حب المغاربة لفلسطين ما رح يتغير برغم كل شيء. المغرب لا يمكن انه يتخلى عن القضية الفلسطينية. وبتقولوا لي علاش كتبغي المغرب؟ عارف شو قدمت المغرب لفلسطين؟ اول دولة عربية بتدعو للمؤتمر الاسلامي عشان فلسطين هي المغرب، واول دولة عربية تبني مطار في غزة لفلسطين هي المغرب، واول دولة عربية وما زالت تدعم القدس هي المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس الله ينصره. كيفاش بغيتونا ما نبغيش المغرب؟ وبرغم كل ما يقال الآن إلا أنه المغرب ما زال يدعم فلسطين، وفي كل مولات المغرب كتشوف واحد الصندوق لدعم بيت مال القدس، وكتقولون المغرب خان فلسطين. عافاك وبرتاجوا هذا الفيديو على أوسع نطاق وعملوا اكسبلور للفيديو وياريت تتابعوني. أقسم بالله ما فهمتش أنا، إلا أنا فلسطيني وكنبغي المغرب معناته أنا كندير الفتنة، ما فهمتش مع هادو. يا جماعة الحساب ديالي كيتعرض لبلاغات بزاف، يا ريت تعملوا حركة الاكسبلور وتتابعوني. ردا على اختنا اللي كتقول علاش كدير الفتنة، دابا إلى أنا كنهضر على المغرب بكل حب وبكل احترام معناته أنا كندير الفتنة. أنا ما كنعايرش الجزائر، أنا كنعاير كل شخص يسيء للمغرب فقط. والله يا ستي أنا يشرفني إنه يكون فلسطيني، ويشرفني إنه يكون فلسطيني مغربي، وهذا ما عرفتش علاش أنتو حاقدين علشان انا كنبغي المغرب. ما عرفتش، ديروا متابعه لانه في بلاغات على حسابي.